مساء الخير، اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم اسلام والناس. لكل واحد فينا حكايه، ولكل حكايه بطل، وبطل حكايتنا النهارده هيكون ام مثال لكل الامهات المصريات العظيمات، الحاجه صباح. اهلا وسهلا بك يا حاجه. اهلا وسهلا بك، منورانا. امسك المايك كلمه، منورانا يا حاجه. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله، ربنا رزقني بثلاث عيال تعبانين، الثالث ما عرفتش اجيب. هو انا هستاذنك يعني هنتكلم دلوقتي، بس انا كنت حابب اعرف الساده المشاهدين، طبعا الاستاذ احمد حسن هو المتولي الحاله الموجوده مع حضرتك، وبرضه من ذوي الاعاقه. مظبوط، الحمد لله والشكر لله. احنا كل اللي بنطلبه امسك المايك. اهلا وسهلا بيك يا استاذنا، منورنا يا استاذ. طبعا معانا الابطال وليد، استاذ منورنا يا وليد، ومنصور، منورنا منصور. نورك يا فندم. هنبدا معاك يا حاجه صباح. اولا منوراني وسعيد بتواجدك معايا النهارده. ربنا يبارك لك في صحتك. ربنا يسعدك. ممكن تقربي من المايك يا حاجه؟ اتفضلي كده، اتفضلي. منوراني الحمد لله والشكر لله، نعمه من عند ربنا. ربنا يبارك لك في صحتك وعافيتك يجعله في ميزان حسناتك. هو انا كنت حابب النهارده تكون حلقه يعني نكرم بيها حضرتك ولو بجزء بسيط. ربنا يبارك لك ويديك طبعا الصحه. المجهود العظيم اللي انت، ربنا يبارك لك ويديك الصحه. من وقت زوج حضرتك توفى من يعني من 9 سنين. 9 سنين، تمام. حضرتك عندك وليد ومنصور وسيد غالبا. وسيد ما قدرتش اجيبه عشان النطره، والله النطره عندنا جامد وهو تعبان قوي عنده. ربنا ما بيمشيش. ربنا يبارك فيك. احكي لي بقى حياتكم عامله ازاي، عايشين ازاي؟ نحمد يعني الله ونشكر فضله، في نعمه، في نعمه والله من عند ربنا، ومش محتاجين حاجه من حد ولا حاجه، الحمد لله. بس مش عايزين حد يبقى يعني يتمرد علينا ولا يعمل علينا، بس لا اكثر ولا اقل. انت حضرتك تقصدي يتنمر، يعني يتنمر تقصدي، مظبوط؟ اه تمام. طيب استاذ احمد، حضرتك يعني تواصلت مع الحاجه صباح ازاي، او ايه كان شكل الحركه كان في المايك؟ والله وليد اتصل بيا وتواصل معايا وقال لي المشكله، وانا اتحركت معاه على طول، واتحركت انا ومنصور في هو ومنصور في كذا جهه. يعني المشكله اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي ان في تنمر يعني. هو في جار ليهم ساكن في البيت بتاعهم، هو ابن ساكن، فهو بيتنمر عليهم ودايما بيعايرهم باعاقتهم، واخوهم سيد اللي هو رقم 3 دايما هو يقول له انت مشلول. هو مش غالبا سيد يعني متحركش في عدم حركه، ما يقدرش يتحرك نهائي. تمام. تمام. فهو ماسك الجزئيه دي ويقول له انا محدش يعرف يعمل معايا حاجه، اما يعرف يعمل معايا حاجه وانا بصحتي. هو بيطلع يدب على السلم وهو نازل وطالع بيعايره، بمعنى اصح ان هو قعيد ما بيقدرش يتحرك. طبعا هو يعني هو طبعا ما حدش يرضى بشيء زي ده، وحتى يعني سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على التنمر واوجه التنمر بشكل عام بالنسبه لذوي الهمم. وطبعا كان في قانون رقم 10 لسنه 2018، وتم تعديله بالقانون 156 لسنة 2021، وده كان فيه تشديد للعقوبة. السيد رئيس الجمهورية شدد فعلا من لما كترت حالات التنمر على ذوي الإعاقة على مستوى مصر، فالسيد الرئيس مشكورا أمر بتجديد العقوبة، وأصدر القانون رقم 156 لسنة 2021 بإضافة مادة 50 مقرر في القانون اللي هو بتنص على 3 سنين بحبس المتنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة ب3 سنوات سجن و200 ألف جنيه غرامة. تمام. يعني في دور قوي من الدوله طبعا، سياده الرئيس والحكومه في تشديد على نعم عدم حدوث شيء زي ده. منورني يا وليد ومنصور، احكوا لي عايشين ازاي، حياتكم عامله ازاي، بتعيش ازاي، يعني بتقضي حاجتك، بتعيش يومك ازاي، بتقدر ان انت يعني انا اعرف ان انتم ما بتحتاجوش الحمد لله اي حاجه من اي حد، الحمد لله. هو مستور ماديا الحمد لله، ووالدتي ربنا يديها الصحه، هي 6 مسنة بس الحمد ربنا لله بتقضي لنا حاجتنا، تروح تجيب الحاجه العاديه، الخضار، الاكل، تنظف الشقه، تغسل الغسيل، ربنا يديها الصحه. هي بصراحه يعني انت عظيمه حاجه صباح، وربنا يبارك فيك وصحتك. ربنا يخليك ويديك الصحه ويبارك لك ويجعله في ميزان حسناتك. طيب منصور، انا اعرف ان في
موتوسيكل غالبا اللي هو الثلاثي ثلاث عجلات. انا معايا مكنه وهو معاه مكنه برضه. كويس كويس. اتحرك بيها بنروح في اي مكان يعني الحمد لله. تجيب الطلبات بتاعتك وكده الحمد لله في البيت يعني. طب انتوا تعليميا وصلتوا ليه؟ يعني انا معايا دبلوم. دبلوم. انا ما كملتش بعد الابتدائيه خالص. طب وسيد اخوك معاه دبلوم تجاره ما شاء الله. يعني انت حتى اصريتي على ان ان هم يقدروا يكملوا تعليمهم وان هم باخدهم الثلاثه واحد من هنا وواحد من هنا وده كان احسن بكتير. كان يمسك في جلابتي من ورا والله كل ده حصل. واللي يشوفني بالثلاثه يقول بسم الله الرحمن الرحيم. انت يعني واحده ومعاها ثلاثه كانوا بيستكتروها والله. وادوهم واحط ده في فصل ضيف ده في فصل وده في فصل واحط ده في فصل هياخد درس اجري وراه. هو يطلع الدرس وانا قاعده تحت مستنيها اما يخلص. عايز كراس عايز قلم عايز كله والله والله هو ربنا اللي يعلم. وانا بقول يبقى لا عند ربنا. وانا مش بعمله لاولادي بعمله لاولادي يبقى لا عند ربنا. يعني انا مش بص المقابل ولا عايزه حاجه. هم هياخدوا ايدك ان شاء الله الثلاثه يا رب يخليك ويديك الصحه يا رب يخليك عند ربنا بتروح يعني. الحمد لله والشكر لله. هو حد بيقول على اولاده ده ان هم عيني اللي بشوف بيها ورجلي اللي بمشي بيها. عيني اللي بشوف بيها ورجلي اللي بمشي بيها. وانا عايزاهم عايزه اطربهم اللي بيمشوا عليه. هم بركه يعني. انا لا والله أنا اللي أنا يقول اهك انت عارف لو الاه بتاعته تيجي فيا ثلاث مرات انا راضيه وما تجيش فيه. ربنا يبارك فيك. ده مثال للام المصريه يعني. ربنا يبارك فيكي بارك في امهاتنا جميعا ويرحم يديك الصحه. يعني هم ما كل حد فيهم تعبان؟ لا انا اللي تعبانه بكتير. انا اللي تعبانه مش هو اللي تعبان. الحمد لله والشكر لله. طبعا كان الدوله كان ليها دور قوي في ان ان غالبا انتوا معاكوا الكروت اللي هي الخدمات. معانا كبنات بتاعت الخدمات المستقله. تمام تمام. وبتنالوا طبعا الخدمات الكامله اللي بتوفرها الدوله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طب حابب تقول ايه يا وليد؟ انا حابب اشكر سياده الرئيس طبعا ان هو اول رئيس جمهوريه اهتم بالمواطنين جميعا. وهو مهتم بالمصريين جميعا بس يعني اهتم بينا ذوي الاعاقه يعني. عمل لنا خدمات منها الكارنيه بتاع الخدمات المتكامله. في خدمات كتير. في اماكن كتير بتقدم لنا خدمات زي مثلا وزاره الداخليه مشكوره بتعمل كل سنه اسبوع بتعمل لنا مستخرجات البطاقة وشهادة الميلاد مجانا في الأسبوع بتاع اليوم العالمي للمراقبة. تمام. بس حضرتك في ناس بتتنمر علينا هي مش شايفانا كمعاقين أو مستهزئة بينا لدرجة كبيرة. تمام. بتشوف إن المعاق ده ما يقدرش إن هو يدافع عن حقه ما يقدرش ياخد حقه. أنت ولا تقدر تعمل أي حاجة. يعني زي ما استاذ احمد كده مشكورا تفضل وقال ده ساكن عندي. تمام. هو ابني ساكن مش ساكن. تمام. يعني هو مش مستاجر. لا هو مش مستاجر والده اللي مستاجر. هو ابن ساكن حضرتك. المايه بايظه عندنا عنده هو واحنا ساكنين في الدور الارضي عشان مش قادرين نطلع السلم وننزل. مبوظه عندنا الشقه حضرتك خالص والمحاره لا مؤاخذة بتقع علينا. يعني انت مشكلتك في ان الشخص ده متواجد عندكم بدون وجه حق وفي تنمر يعني. يا ريته ساكت كمان. فندم ومتنمر. والدتي لما بتقول له المايه بايظه بقالها 3 4 شهور. تمام. قال لها وايه يعني ما تقعد 5 6 7 شهور باستهزاء يعني الكلام حتى باستهزاء. طيب انا هقطعك يا وليد وحابين الساده المشاهدين يشوفوا معانا حياتكم انتوا بتعيشوا ازاي في البيت. ازاي بتقدر تعمل يعني بتقدر تعيش يومك وتقدر تتواصل مع الناس حوالينك او جيرانك يعني وتقدروا ان انتوا تعيشوا ازاي. طبعا احنا معانا الفيديو دلوقتي معروض ب والله في حاجه انا ساكنه اهو وعندي سكان وانا اللي صاحبه البيت. والله ما بطلع عندي ساكنه. اطلع ليه؟ فحالي. ايه ايه هطلع ليه؟ ايه انا عندها؟ أيوه. ما بطلعش عند اي ساكنه. يعني يمكن بالسنين يعني كل اللي ساكنين. طب والله بالواحده تبقى ساكنه بقى قد كده يمكن ان كان عندها ود تطلع اقول مبروك واعمل الواجب صح.
ربنا يبارك فيك يا امي. انت يا ربي يديك الصحه والعافيه. ما فيش والله مطلع اقعد شويه كده ابدا ابدا. ليه منصور حابب تقولي، حابب تتكلم، ايه الحاجه اللي انت، ايه الحاجه اللي انت يعني بتوجهها للشباب وشايف ان انت ان هم محتاجين يحمد ربنا عليها؟ او الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. الرساله انت محتاج تقولها. الحمد لله. تمسكنا بالدين هو اهم حاجه. بحب اشكر حضرتك والاستاذ احمد والكل من عاجبني فيك يا منصور ما شاء الله بصراحه، حته ان انت معتمد على نفسك يعني ممكن يكون في اعاقه حركيه ولكن انت بتقدر ان انت تقوم وتحاول يعني ما تقعدش ما بتقعدش. في للاسف ناس بتبقى بيكونوا اصحاء ولكن للاسف هو مش عايز يقوم يعمل حاجه، انما ما شاء الله انت ربنا مديك من ال 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 يعني من ال 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 القدره ومن ال يعني الاصرار ان انت تقوم وتتحرك وتخدم نفسك، ان انت ما تخليش حد يعمل لك حاجه، وده طبعا حال وليد برضه، فما شاء الله ربنا يحميكوا يعني. الحمد لله. استاذ احمد طبعا حضرتك مشكور ان انت كنت داعم للاسره، وطبعا بما ان حضرتك من ذوي الهمم حضرتك حابب توجه ايه او تقول ايه فيما يخص انا ما فيش شكر لحاجه، دول اخواتي وكل ذوي الاعاقه طبعا وانا منهم، احنا كلنا اخوات بعضينا ولازم نقف جنب بعض عشان ده دورنا يعني، احنا لازم احنا اكتر ناس بنحس ببعضينا. وطبعا انا بشكر سياده الرئيس ان هو عمل لنا القانون رقم 10 سنه 2018، لكن انا بس كنت بطلب من سياده الرئيس كابن من ابنائه من ذوي الاعاقه، احنا كنا عايزين بس تفعيل القانون اكتر في جهات كتيره. هو القانون يعني هو مفعل بالفعل، هو مفعل بالفعل، ودليل اعتقد ان في سيد الاخ الابن الثالث لحضرتك اعتقد ان هو موظف 5% مظبوط، حضرتك برضه موظف 5%. انا برضه موظف في جهه حكوميه، ولكن حصل بس حاجه كده ان بعد ما خدت قرار تعييني فوجئت ان رئيس مجلس الاداره بعت لي ان انا تم الاستغناء عني، وحاليا انا موضوعي في القضاء. بس انا بطلب من سياده الرئيس ان هو اكيد له اسباب قانونيه او اكيد في يعني في مساله قانونيه اكيد في اسباب قانونيه، انما هو انما التعيين ال 5% او لا سياده الرئيس بيشدد عليه جامد جدا والحمد لله يعني معظم اخواتنا من ذوي الاعاقه تعينوا، ولكن انا بس كان عندي مشكله اللي هي الخاصه دي. لكن ما هي بس هو في تفعيل، لان غالبا لان طبعا كل زمايلنا من ذوي الاعاقه تعينوا موظف في مكان ما، وفي هي بس يعني في اماكن قليله جدا 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 لا تذكر، نسبه ما تعديش 0.5% هي اللي بتقف ضد التعيينات. ما فيش في الدوله دلوقتي 0.5% ده اقل كمان من 0.5%، لكن كل الجهات قانون او قرار من قرارات السيد الرئيس هي يعني بس انما يعني ممكن يبقى في طرق حضرتك المفروض تسلكها صحيحه، المفروض او تمام المفروض ان حضرتك تتبعها. انا ماشي في السلك القانوني والطريق القانوني للدوله كفلته لي، ولكن بس احنا عايزين الرئيس يعني ينظر لنا، ينظر نظر اكتر في المساله القانونيه بس يفعلها لنا. يعني الحمد لله يعني يمكن زي ما لسه كان يعني وليد ده بيتكلم يعني مشكورا ان والله كل رئيس سنه هو اول رئيس جمهوريه يشدد اكتر او يهتم اكتر بذوي الهمم، ويكون في تفاعلات او في فعاليات اكتر بتحصل لي في الدوله، والناس يعني اللي لسه كنا بنتكلم عن احنا تجديد قانون العقوبات منذ تولي رئيس رئاسه الجمهوريه. فعلا بجد احنا اكتشفنا ان احنا كتير فرق بصراحه، في فرق كبير جدا في القانون. احنا وسيد وزير الداخليه مشكورا كل سنه في شهر 12 بيدينا اسبوع كامل نستخرج فيه كل البطاقات التعريفيه الثبوتيه بتاعتنا، الرقم القومي، الباسبور، مجانا، كل ده مجانا على حساب الدوله. فطبعا في خدمات بالفعل كتير كتير. انا بس حابب واحنا بنتكلم النقل برضه بتعمل لنا خدمات يعني بنتكلم احنا بنتكلم ان يعني معظم الوزارات بتساعدنا، دي حقيقة، لكن احنا عايزين تفعيل اكتر. استاذنك احنا واحنا بنتكلم بس هنعرض يعني فيديو لمنصور وانت ازاي بتقدر تقوم وتركب الموتوسيكل وتقدر ان انت هو دلوقتي احنا يعني بنشوفه. طبعا فكره ان انت تقوم زي ما قلنا من شويه وتتحرك، يكون عندك اصرار ان انت تقوم، يبقى في سكل او اله تركبها تتحرك بيها. انا برضو كنت حابب يعني اوجه الشكر، او طبعا حابب اوجه الشكر للحكومه بوجه عام، سياده السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزاره التضامن الاجتماعي ممثله في الدكتوره نيفين القباج، لاهتمامهم ب زي يعني الحالات اللي هي
اللي احنا فيها دلوقتي زي حاله حاجه صباح والتجديد على تنفيذ قرارات السيد الرئيس او القانون اللي تم تعديله. هو السيد الدكتور مصطفى مبري مشكورا بعد تعليمات الرئيس لي اصدر لنا لائحه تنفيذيه بالقانون بالفعل ووزعت على كل الوزارات، وكانت من اهم الوزارات اللي اشتغلت عليها هي وزاره التضامن. فاحنا شايفين يعني اثر ملموس على ارض الواقع. دي حقيقه. ونتمنى احنا بس ايه طمعانين في مكاسب اكتر. يعني هي بس القصه ان احنا بنطمع في مكاسب اكتر. القانون قوي جدا الرئيس مشكورا عمل لنا قانون احدث طفره غير القانون القديم اللي هو من السبعينات. الرئيس احدث تطور فيه كبير جدا الناس لسه مش لمسه الاثر بتاعه، لكن اللي يتقرب من القانون شويه وتعامل بيه هيعرف ان هو ممتاز جدا وانا شخصيا استفدت منه كتير في موضوع تعييني وموضوعات تانية كتير انا كسبتها بسبب القانون ده. وبنشكر طبعا سياده الرئيس ان هو وقف جنبينا. انا بس الحاجه صباح يعني النقطه انا عارف اللي مزعلاكي وهي نقطه التنمر واللي دي طبعا ما فيش يعني من اكبر راس في الدوله سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي حاجه وانت متعافى عليا محدش يرضى بده والله كده انا زعلانه بتي جدا. لا لا انت والله ما يهونش علينا زعلك يعني والله وحياه ربي يعني انا مش قادره اعمل له حاجه وبقى له 9 سنين قاعد والله يجي وانا على الباب اتدخل له كده ولا بكلمه ولا انا مش قادره اكلمه. ما انا لو كلمته هو هيضربني. انا مش قادره اكلمه. لا يا امي لا انا مش قادره اكلمه. معاش اللي يمدي ايده على حضرتك انت امنا كلنا وعلى بعض. الميه بايظه بقى لها 14 وبتحايل عليك يا ابني تعملها. مش راضي يعملها يقول لها هضربك واكسر عظمك. لا يرضي ربنا وتخبطي دماغك في الحيط على ما فخلك الكبيه ده انت ما تقدرش تعملي لي حاجه لا انت ولا اولادك. بعد اذنك يا امي انا من مكاني بوجه يعني مناشدة للسيد وزير الداخلية للنظر في حالة الحاجة يعني صباح. أنا والله العن نفسي يعني أنا خفت من نفسي اللي يخش يضربنا في بيتنا. لا يا أمي لا والله وحياة رب. انت في دولة فيها قانون وفيها يعني هستنى عبال ما القانون يجيله يكون كسرني. لا يجرؤ حاجة صباح وإن شاء الله يكون في حزب يكون في يعني موقف إن شاء الله بإذن الله يكون في رد فعل بإذن الله حضرتك يا رب. يرضيك لأنك أم لنا كلنا. والله وليد وليد إن شاء الله يا أم وليد حابب تقولي يعني نفسك تقولي. أنا حابب أشكر سيادة الرئيس طبعا على اللي هو عمله معانا تمام. وحابب أقول له يا سيادة الرئيس حضرتك أب كل المصريين والمعاقين جميعا بالخصوص. حضرتك أصدرت القانون طبعا بعقوبة التنمر وكده، بس في ناس برضو لغاية دلوقتي بتستهزئ بينا وشايفة ان احنا ملناش حقوق وشايفة ان احنا ولا نقدر نعمل اي حاجة. زي ما والدتي كده لما ذكر هو عامل لنا مشكلة عشان المية بايظة عندنا يعني عاملنا ضرر واحنا اصحاب البيت وبنقول له بس صلحها هو معترض وبيقول معلش يعني اضربك واضربهم كلهم وانتوا ما تقدروش. لا يجرؤ. بس انا هنا يعني حابب اوجه رساله للساده المشاهدين. هو برضو يعني طبعا المناشده اللي حضرتك بتناشديها وبتطالبي بيها سياده الرئيس والسيد وزير الداخليه احنا محتاجين ده اللي كنت بتكلم عنه في حلقه من الحلقات الخطاب الديني وفكره توضيح ان يكون في ان التنمر ده شيء يعني لا دين ولا شرع ولا اخلاق ولا مجتمع ولا اي حد يرضى بيه. يعني فاحنا مش قادر اعمل ده يا امي. لا انت تعمل فيها كده بالطريقه دي على فكره اللي حضرتك انا اكبر من امه في السن يعمل فيها كده. طب ابني ده يعمل في امه كده. بصي يا حاجه صباح هو اللي حضرتك بتقوليه ده اكيد حاله فرديه. ده 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 جديد مستحدث على المجتمع ده مش موجود اصلا. والله حصل ولو البيت بحاله هيتهدي ما اكذب كلمه ولا اقولها صح غلط خالص. عارف ان حضرتك كلامك مظبوط. انا بصلي والحمد لله وربنا بيني وبينه هو العالم بيه. هو حضرتك كلامك مظبوط. انا اقصد ان دي حاله فرديه يعني في حاجه جديده على مجتمعنا احنا. يعني احنا ده بيبقى حاجه من ضمن يعني بنتها للاستاذ احمد يتغزبيني قبل ما يجي الاستاذ احمد انا بحسبها كده. لا هو احنا في خير ليوم الدين يعني انا بمثلها. ايوه استاذ اسلام قصده يقول ان حاله الجار ده استاذ اسلام فعلا حضرتك معاك حق دي حاله غريبه على المجتمع بتاعنا ان هو زاد فيها قوي. يعني محتاج معالجه سلوكيه ودينيه. حضرتك بتناشد انا بس
انا بس حابب يعني حاجة صباح احنا معاكي ومش هنسيبك، ان شاء الله يكون في اجراء قانوني وان شاء الله يكون في رادع للشخص اللي بيتنمر او بيضايق حضرتك وبيضايق اولادك. طب ما انا معاكي وانا شاكيت لك من التانيين. لا انت ربنا تاني. ربنا يقويك ويعينك. انت شايله شيله يعني بدفع لهم الميه والنور والغاز، ما بطلعش الواحد بيت واحد. ربنا يقويكي، ده ربنا هيجعله في حاجه. جوزي كان بيقول لهم انتوا كلكم اولاد، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. كان بيقول لهم انتوا كلكم اولاد، وهم صراحه محترمين ما كدبش، لكل السكان اللي عندنا محترمين محترمين بجد. يعني اول الشهر يخبطوا وخدوا ايجاركم. حضرتك عند البيت اللي حضرتك مالكه ليه يعني، مظبوط كده؟ ايوه ايوه تمام تمام. خد ايجاركم. بيدوني بقى مش ايجاري. حضرتك اتكلمي في المايك. ايجاري 200 جنيه، ما بيدونيش ال 200 جنيه، اللي بيديني 700 اللي بيديني كده، مش باخدهم ليا، بدفع له النور والميه والغاز، عليه بقول له هات، ما بقولوش هات، بقول له الورقه هو بيعرف ان عليه كام. تمام. له بقول له لك تاخده. ربنا يبارك في حضرتك ويعينك على اللي انت فيه. يعني استاذ احمد كنا عايزين، معلش عايزين ايه اللي حضرتك شايفه بس يعني. ولا واحد من السكان واقف معايا، انا بقولها على العلن اهو، كلهم واقفين مع حسين، كلهم واقفين مع حسين. طب يا حاجة صباح خلاص، عشان ده مش موضوع حلقتنا، احنا خلاص احنا اتكلمنا في التنمر طبعا، ودي حاجة احنا مش احنا الاستاذ احمد ايه الاضافه اللي حضرتك حابب تضيفها في كلامنا عن التنمر؟ يعني لو هنتكلم عن التنمر ايه اللي حضرتك حابب تقوله لل والله اصل انا شايف ان الحلقه بتاعت النهارده هتحدث طفره كبيره في موضوع التنمر، وهتخلي الناس هتاخد بالها كويس جدا من الموضوع ده. الرسائل اللي حضرتك بعتها النهارده والكلام احنا كلمناه هيفرق كتير جدا، انا واثق من ده. الرساله بس اللي ببعتها للسيد المستشار النائب العام، يا سياده المستشار احنا بنشكرك جدا على تفعيل القانون، ولكن مع المستشار نرجو ان حضرتك تبعت بس نشر دوريه لكل النيابات عشان تعرف الموضوع ده، عشان يبتدي الساده الاعضاء ياخدوا بالهم منه، هيفرق كتير معانا جدا، هيقلل الموضوع جامد جدا. هو ده موجود بالفعل يعني، هو اكيد هو موجود بالفعل موجود، وفي تجديد على تمام. اذا النشره الدوريه نزلت بعد الحلقه دي هتفرق معانا كتير جدا جدا. موضوع وليد ومنصور وسيد ربنا يكرمهم ويبارك في عمرهم هيتحل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. مواضيع كتيره جدا يعني، ان شاء الله ممكن الحلقات الجايه هنتكلم حاجات ايجابيه اكتر ان شاء الله. من الموضوع ان شاء الله. هو انا اهم يعني اهم حاجه، اهم حاجه موازاه لمناشدتنا للتجديد على القانون. طبعا القانون موجود، والتجديد على التنفيذ. احنا بنناشد الساده المواطنين يا جماعه، احنا محتاجين مراجعه لنفسنا، محتاجين ان احنا ناكد على اخلاقنا ونرجع تاني للاخلاق اللي احنا كنا عليها. محدش يرضى بفكره التنمر، وحضرتك نورتيني وشرفتيني وانت تاج على راسنا، وان انت حضرتك صاينه اكيد، وان حضرتك صاينه اخواتي طبعا منصور ووليد وسيد هو في البيت طبعا. انت نورتوني، الله يخليك، حضرتك نورتيني، واستاذ احمد نورتيني، ربنا يعزك نورتوني. والى هنا نكون قد للاسف وقت حلقتنا انتهى، ونكون وصلنا لنهايه حلقتنا. انتظرونا في الحلقه القادمه كل يوم اربع الساعه 1 معاكم اسلام جمالك.